طيب احنا كده خلصنا الميزيال اسبكت، يبقى احنا هنتنقل من الميزيال اسبكت بتاعنا لليبيال اسبكت. الليبيال اسبكت بتاعنا احنا طول الكراون بتاعنا هيبقى ثابت، وادي طول الروت خلاص بقى ثابت زي ما احنا متعودين، بس احنا المره دي هنشوف ميزيال وهنشوف ديستال. احنا كل مره متعودين ان احنا بننقل الجنكشن دي بس، مظبوط، اللي هي الجنكشن ما بين الميدل والايه والانسايزر. اللي هيحصل هنا ان انت لو لقيت وانت بتنقل الجنكشن ما بين الميدل والانسايزر الجنكشن دي طويله عشان خاطر البلوك بقى كيرفد زياده عن اللزوم، يبقى انت كل اللي هتعمله انك هتقيس 3 مللي تاني من الاند بتاعه البلوك وتحط خط على اساس ان هو الثيرد، يبقى انت اللي هتخترع الخط ده. لو نقلته ولقيته مظبوط بيديك دايمنشن 3 مللي تقريبا، يبقى جميل. مش 3 مللي، قيسها انت مره تانية عشان خاطر ما يبقاش الكناين بتاعنا الكاسب سلوبس بتاعته طويله. طيب تعالوا نشوف بقى الميجرز بتاعنا. احنا هنا بنشوف ميزيو ديستالي، يبقى هنبص هنا ميزيو ديستالي عند الكناين هنلاقي ان احنا عندنا عند السيرفايكال لاين 5.5 وعند الكونتاكت ايريا 7.5. 5.5 دي اللي هي السيرفايكال لاين احنا هنخليها 6، وعند الكونتاكت ايرياز بتاعتنا احنا هنخليها من 7.5 دي هنخليها 8. شايفين الفرق ما بين الاثنين قد ايه كبير؟ يعني دي 3 و 4، يبقى هنقيس هنا 3 مللي. والكونتاكت ايرياز الميزيا الكونتاكت ايريا بتاعتنا عند الجنكشن، يبقى ال 8 مللي بتاعتنا ال 4 الثانيه دي هنقيسها هنا عند الجنكشن، يبقى دي 4. الديستال كونتاكت ايريا موجوده في الكتاب عندكم في ميدل اوف ذا ميدل ثيرد، احنا مش هنحطها ميدل ميدل، احنا هنحطها جاست سيرفايكال للجنكشن. ادي الجنكشن وادي السيرفايكال لاين، يبقى جاست سيرفايكال هنحطها هنا كده، يبقى دي ال 4 مللي الثانيه. تمام، يبقى اذا عندي الثلاثه على نفس الليفل والاربعه على الميزيال عند الجنكشن والديستال جاست سيرفايكال للجنكشن. هنرسم ازاي؟ هنوصل ستريت من السيرفايكال للكريست، سوري، من السيرفايكال لحد الكونتاكت ايريا، وبعدين من الكونتاكت ايريا لحد الميد لاين عشان احنا عندنا كاسب. عشان احنا عندنا كاسب، يبقى من السيرفايكال والكاسب تيب بتاعتنا دي سنترد، يعني سنترد يعني ايه؟ يعني هتتقابل في النص هنا، يبقى اذا عندي هحطها اوصلها في النص هنا، وادي ستريت من السيرفايكال لحد الكونتاكت، وبعدين من الكونتاكت لحد الميد لاين، يبقى التيب بتاعتنا في النص، والتو سلوبس الميزيال سلوب اقصر من الديستال سلوب. الروت بتاعنا هنرسم الروت بتاع الابر كناين بيكون ديستالي كيرفد. تمام، يبقى هنرسمه ازاي؟ الميزيال اوت لاين هنبداه ثيرد بارالل وثيرد تيبرنج، والثيرد التالت هيعدي الميد لاين مش هيقف عنده عشان هو ديستالي كيرفد. الديستال اوت لاين هيمشي ثيرد بارالل وثيرد تيبرنج، هيقرب من الميد لاين، والثيرد التالت يحصل له يبقى اواي من الميد لاين عشان الديستالي كيرفد احنا بنسميها ديستالي كيرفد ايبكس. ايبكس دي يعني الابيكال ثيرد بس هو اللي هيلف. محدش فيكم يبتدي يقول يجي يرسم ويقول اصل احنا قررنا ان احنا هنعمله ديستالي كيرفد، فيبقى من اول السيرفايكال لاين فياخده وادي الميد لاين بتاعه ويبتدي يعمل السيرفايكال لاين بتاعه يعمله كيرفد عامل كده، دي هتبقى غلط. لازم يمشي ثيرد بارالل وثيرد تيبرنج وبعدين يكروس الميد لاين لو ميزيال، ثيرد بارالل وثيرد تيبرنج ويبعد عن الميد لاين لو احنا بنرسم في الديستال اوت لاين. الرسمه دي هتبقى غلط لانها هتعمل لك الروت عامل بالظبط عامل كده، وهيبقى ايه ازمه في التسيح. طيب هنسيح ازاي؟ هنسيح الروت بتاعنا عادي جدا. الكراون بتاعنا ده احنا هنعتبر ان احنا بنسيح سنترال. يعني ايه هنعتبر ان احنا بنسيح سنترال؟ يعني هنكمل كده عادي جدا، واحنا بنسيحها هنسيحها لحد الاخر وهقول لكم هنكملها ازاي. هنقل السيرفايكال لاين زي ما احنا متعودين اهو، هنقله من الميزيال هاخده على الليبيال اوت لاين بتاعنا، وزي ما احنا متفقين انا هقيس زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي 3 مللي من التب من تحت علشان اعمل انا اخترع انا الايه الجنكشن الجديده، او مش اخترعها انا هوجدها من اول وجديد. ادي ال 3 مللي بتوعي، يبقى هنا هتبقى الجنكشن بتاعتنا. وبعدين هاخد ميد لاين واجي اقيس 3 مللي عند السيرفايكل. طبعا الميد لاين ده معوج فانا هعدله، هقيس 3 مللي عند السيرفايكل لاين دي الميزيال بتاعتي. انا هنقي ان ده يكون الميزيال بتاعي، فهاجي اخد 3 4 مللي عند الجنكشن و4 مللي فوق الجنكشن على طول من ناحيه السيرفايكال لاين اللي احنا بنقول عليها جاست
سيرفايكل اهي، وبعدين هوصل ستريت من السيرفايكل لحد الكونتاكت اريا، ومن الكونتاكت اريا لحد الميد لاين، وبعدين من السيرفايكل لحد الكونتاكت، ومن الكونتاكت لحد الميد لاين. يبقى كده ستيل التيب بتاعتنا سنترد، وان سلوب اقصر من التاني. طيب الروت بقى هرسمه ازاي؟ ده الميزيال بتاعي. يبقى انا هرسم الروت بتاعي ثيرد بارلل اهو موازي للميد لاين، وبعدين ثيرد تيبرنج يقرب من الميد لاين، وثيرد التالت يعدي الميد لاين، وبعدين ثيرد الديستال بتاعي ثيرد بارلل بارلل للميد لاين تيبرنج للميد لاين، وبعدين اواي من الميد لاين. هنسيح الروت بتاعنا من ناحيه الميزل، مفيش عندنا معاه مشاكل. يعني ايه مفيش عندنا معاه مشاكل؟ يعني عادي، وانا هسرق هسيح عادي اهو، بس انا همشي على الخط اللي انا رسماه. الخط اللي انا رسماه بتاعي بيقول ان التوث بتاعتي الايبكس بتاعها لازم يلف يروح ناحيه الديستال. فانا شايفين الكيرف هنا بقى عامل ازاي؟ عشان خاطر انا هرسمه يبقى انا هسيح عادي جدا اهو زي الرسمه عندي بالظبط. تمام. طيب تعالوا نشوف الديستال بقى. الديستال انا لو سيحته كده بالاوتلاين مظبوط، لازم النايف بتاعتي تقطع الجزء بتاع الايبكس، فانا لازم وانا بسيح تبقى النايف بتاعتي موروبه لبره شويه. يعني ايه موروبه لبره شويه؟ يعني تسيح بالورب. شايفين هتسيح ازاي؟ وافضل اسيح كده واعملها في الاخر هتطلع الروت عندك شبه درجات السلم كده، كل ما انت هتقرب شويه من حته. شايفين انا قربت هنا للميد لاين خالص، بس انا لسه بعيد خالص. سوري، قربت هنا من الرسمه بتاعتي بس انا لسه هنا بعيد. يبقى هرفع النايف بتاعتي فوق شويه. يعني ايه فوق شويه؟ يعني هسيح من فوق شويه وبعدين ارجع اسيح تاني من فوق شويه، كل شويه اطلع لفوق اقرب من الرسمه بتاعتي اهي. بصوا بقت عامله ازاي هنا، فيها كميه الريجولاريتيز زي ما بنكون عندنا سلم بالظبط. هدفي النايف بتاعي واروح ماسحه كل الريجولاريتيز دي مع بعضها اهي، فيطلع على الرسمه. هنقرب بس سنه صغير عشان احنا بعيد قوي. طيب انا كده سيحتها خلاص وسيحت الروت، يبقى فاضل ان انا اسيح الكراون. احنا لسه دلوقتي واحنا كنا بنتكلم اتفقنا ان احنا هنسيحها كانها سنترال. يعني ايه سيحها كانها سنترال؟ يعني هاخد من اول السيرفايكال لاين لحد اخر البلوك، مش هقص سلوبس دلوقتي. يعني مش هسيح السلوبس دلوقتي، يبقى هقص زي السنترال بالظبط. ليه بس اقص زي السنترال بالظبط؟ عشان خاطر اتاكد ان ما حدش فينا ضيع الكونتاكت ارياز بتاعتنا، عشان اللي هي هتعمل لك الانجلز بتاع الكسب. يبقى انا هسيح الاول ستريت عادي جدا زي ما اكون بسيح التوث بتاعتنا او بسيح سنترال بالظبط اهو، وزي ما كنا بنعمل في السنترال هنمسح الكراون والروت نعملهم ليفل واحد. بس خدوا بالكم ان انا لسه الكونتاكت اريا بتاعتي لسه انتكت. وادي الناحيه الثانيه. تاني بارلل للخط بتاعي. سنترال اهي، لسه الكونتاكت اريا بتاعتي انتكت، يبقى انا كده لسه في الامان. وهسوي الايه؟ البلوك. خلاص انا سيحتها، التو كونتاكت ارياز بتوعي انتكت، يعني ما عنديش فيهم مشاكل. اقدر اقص المثلثين الصغيرين اللي تحت دول. هقدر اقص المثلثين ده وده، هسيحهم. بس وانا بسيحهم بقى شايفين اللينجوال اسبكت عامل ازاي؟ لو انا وانا بسيح ريحت النايف بتاعتي على اللينجوال اسبكت كده هبوظ الدنيا. لازم النايف بتاعتي تفضل واقفه ستريت عشان هي عايزه تقص الحته دي بس، الجزء ده بس من الانسايزر من هنا. يبقى هوقف النايف بتاعتي اهو ستريت وهقص السلوبس بتاعتي. شايفين الخط واقف من اول التوز لاخرها، ما اتوربش وما ريحتش على اللينجوال اسبكت. اللينجوال اسبكت لسه مفتوح عندي اهو. وبعدين هاجي بالظبط زي ما عملت سيح الناحيه الثانيه. فنيجي نبص على التوث نلاقي عندنا كناين التيب سنترد وعندنا وان سلوب اطول من التاني. التوث بتاعتي كلها لسه انتكت ومفتوحه بس انا عندي فور كورنرز. يبقى التوث اول حاجه هعملها ان انا هضيق الرسمه بتاعتي على البلوك، وهشيل بقى لو في اي ريجولاريتيز لسه باقي عندي من التسيح. دايما صباعك مخبي الانسايز او مخبي الكاسب سلوب ده عشان خاطر ما يبوظش اي حاجه او ما يدوروش او يبوظها. تمام. الناحيه الثانيه اهي الديستال ده احنا سايبين بصوا مسافه قد ايه من اول البلوك، من اول البلوك لاخره. انا هشيلها بقى خالص عشان خاطر يبقى البلوك بالظبط على قد الرسمه بتاعتي، وهشيلها في تو دايركشن زي ما احنا متعودين. الناس بقى بتوصل للمرحله دي رسمه رسمه في منتهى الجمال، وبعدين وهي بتفنش تروح عاملاها لي كده
اوصل لنفس نتيجه ان التوث ان الروت بتاعي بقى كيرفد كده، فطبعا ده غلط، ما تفنش ما تقرصوهاش قوي من هنا كده. تمام. طيب يبقى احنا كده وصلناها اجين فور كورنرز، البلوك بالظبط على قد الرسمه. انا محتاجه اشيل الليبيا لاين انجلز من اول الايبكس هنا لحد السلوب، لحد الكونتاكت اريا، من اول الايبكس لحد الكونتاكت اريا. بقى احط ثامب فينجر بتاعي اخبي بيه خالص السلوب واشيل الكونتاكت ارياز من التو دايركشنز بتوعي، تاني هنا واشيل اللاين انجل اهي من اول السلوب لاخره، من اول التوث لاخرها، وضيق الايبكس شويه من ناحيه الليبيال والايه والبروكسيمال. طيب لينجوالي احنا متعودين بنعمل لينجوال ازاي؟ بنعمل لينجوال كونفرجنس. يبقى انا هقسم التوث بتاعتي برضو لينجوال كونفرجنس، هنعملها من اول الايبكس لحد الكونتاكت ايريا. يبقى انا هحط صباعي هنا مره كمان اخبي كل الجزء ده واشيل خالص، اعمل اللينجوال كونفرجنس اهو. انا شلت اللاين انجل كلها، فهاجي فاضل لي الخط لحد الميد لاين، اشيل لحد الميد لاين والف التوث بتاعتي اشيل من ناحيه اللينجوال، وبعدين اشيل تاني الانجل ده. انا بعمل في الروت اهو واشيل البادي نفسه وارجع على اللينجوال تاني. ده الاسبكت اللي ما اتعملش فيه خالص كونفرجنس، وده الاسبكت اللي اتعمل فيه كونفرجنس. لف بقى اصغر من هنا، هاجي الناحيه الثانيه. خلي بالكم السايد ده الديستال، يعني الايبكس بتاعتك ممكن يحصل فيها مشكله لو انت ما ظبطتش الايه الدايركشن بتاعك. حط صباعي هنا تاني اخبي الديستال سلوب بتاع الكاسب، بتاع الكاسب، واشيل الانجل كلها، وبعدين اشيل من ناحيه اللينجوال ومن ناحيه الديستال، واقلب التوث الناحيه الثانيه اشيل الانجل، وبعدين من ناحيه البروكسيمال ومن ناحيه اللينجوال. في المرحله دي انت لازم تقفل الايبكس خالص. يعني ايه تقفل الايبكس خالص؟ يعني خلاص تدورها من كل الاتجاهات وتبين انك عندك ديستالي كيرفد. تمام. الروت كده خلاص شكله اتظبط، فاضلنا بس التو جروفز ونبقى احنا كده خلصنا الروت. طيب بصوا بقى التو سلوب التو كاسب سلوبس قد ايه. دول تخان جدا، واللينجوال اسبكت ده رفيع جدا على ان هو يتعمل فيه تو لينجوال فصاي. يبقى الحل ان انا ارفع دول كده كمان. هرفعهم ازاي؟ همشي بارلل ليهم، احط صباعي هنا كده عشان اخبي التبس دي كلها هنا، واجي من اول السنجلم لحد الاخر افتح افنش كده. شايفين؟ شايفين الفرق بين السلوب ده والسلوب ده؟ ده رفيع خلاص اتعمل له كونفرجنس اهو، وده كبير لسه تخين قوي كده. وادي للناحيه الثانيه هعملها زيها بالظبط. اما هنعمل الكونفرجنس بالطريقه دي هيوصلنا هنوصل لحاجتين. اولا لو بصيتوا عليه بروكسيمال هتلاقوا فيه كونفكستي، وبعدين اولموست ستريت، وبعدين كونفكس مره ثانيه. ده زي النظري بالظبط. طب ولو بصيت عليه من ناحيه اللينجوال هلاقي ده انا طلع لي لينجوال ريدج لوحده هنا من غير ما ابذل اي مجهود في ان انا ارسمه من اول وجديد. تمام. ممكن واحنا بقى بما ان احنا في اللينجوال اسبكت ونفنشه، لما تفتكروا احنا ما جينا نعمل هنعمل تو تراينجلر فوساي، لما جينا نعمل في السنترال خلينا الفلات سيرفيس بتاع الكارفر ناحيه بره ناحيه المارجنال ريدج. لا انا هخلي الفلات سيرفيس بتاع الكارفر ناحيه اللينجوال ريدج، واجي اعمل اهو على البارد. ما تسخنوش ولا حاجه عشان انتوا كان عندكم معاناه اهو. ادي لينجوال فوسا وان سايد، وادي اللينجوال فوسا في الاذر سايد. يبقى الاسبكت كده بقى عندك فيه سنجلم كيباينج السيرفايكال ثيرد كله، اتنين مارجنال ريدج، ادي ديستال وادي الميزيال، وتو تراينجلر فوساي، وفي عندك الريدج اللي موجود هنا. يبقى دي كل الاليفيشنز اللي انت محتاجها عشان خاطر يكون السيرفيس عندك ايه مظبوط. يبقى فاضل لنا ان احنا نفنش بقى الليبيال اسبكت. الليبيال اسبكت بتاعنا عندنا فيه في النص هنا ليبيال ريدج. طيب تعالوا بقى الليبيال ريدج ده احنا محتاجين ان احنا ندفي النايف بتاعتنا. انت عندك ميد لاين مرسوم هنا اهو، شايفينه؟ مع الميد لاين اللي مرسوم ده انت محتاج انك تعمل تخلي الميد لاين ده عالي شويه والتو سايدز بتوعه نازلين لتحت. يبقى انت هتدفي النايف بتاعتك. تمام. وتيجي تميل النايف بتاعتك كده، تميلها بحيث انك تبقى لامس السيرفيس، مش لامس الكونتاكت ايريز، يعني ما تجيش كده. يبقى هدفي النايف بتاعتي كده بالراحه والمس السيرفيس في الميدل والايه والانسايزل، بس هسيب السيرفايكال في حاله مش هاجي جنبه خالص. يبقى انت بقى عندك هنا برضو لو بصيت فيه اليفيشن اهو خفيف، وبعدين فيه تو سايدز اللي جنبيه نازلين لتحت. يبقى بالشراب بقى بتاعك الاول هلمع اللينجوال اسبكت ده كله.
تمام؟ وبعدين هلمع التو ليبيال التو سايدز بتوع الريج بتوعي. شايفين فيه في هنا هارت شيب صغير طلع لنا هنا كده اهو، شايفينه؟ انا هدخل الجزء بتاع السيرفايكال ريج ده في الليبيال ريج، يعني هدخلهم اعمل لهم فلاشينج كلهم مع بعض. تمام، في تو ديبريشنز موجودين على الليبيال اسبيكت اون ايتش سايد من الايه الريج، هنعملهم بالراحه على البارد من غير ما نبوظ الدنيا، خفاف قوي ما هماش ديب، بس عشان خاطر يظهروا ان انا في عندي هنا ريج. وبعدين هنعمل السيرفايكال لاين بتاعنا الرينج اللي احنا متعودين ان احنا نحوط بيها السنه كلها الاول. تمام، وبعدين نقيس الميجر 1.5 سوري 2.5 في الميزيال 3.5 في الديستال. ناخد بالنا بقى هنا ان انت لازم عندك كل الميزيال كاركتر في الميزيال وكل الديستال كاركتر في الديستال، يعني الميزيال بتاعنا زي ما اتفقنا 2.5 يبقى ده السلوب القصير، يبقى لازم الميزيال كونكافيتي بتاعتك او الميزيال كيرفيتشر هنا تبقى 2.5 مثلث. هنيم الكارفر خالص هنا، وبعدين هرسم اشيل الاوتلاين من هنا، سوري اشيل الوكس اللي موجود في قلب المثلث بتاعي واشيله ونصه من ناحيه الليبيل ونصه من ناحيه اللينجوال، واقيس الديستال 1.5 وارسم المثلث اشيل الوكس ونص الكونفكسي التاني من ناحيه اللينجول ومن ناحيه الليبيال، يبقى السيرفايكال بلاين بتاعك بقى كونفكس، سوري كونفكس ليبيالي كونكيف ديستالي كونفكس لينجول وايه وديب كونفكسي او ديب كونكافيتي موجوده في الفيزيال. نفنش بقى خالص عشان انا كده خلاص هعمل اخر خطوه في التوث بتاعتي وهوقفها، هظبط المكان من عملت الريجولاريتيز كده في الروت. ممكن قبل ما لمع بقى وفنش خالص خلاص اعمل الجروف اللي موجود عندي على الروت عشان المع مره واحده، يبقى هعمل الجروف بتاعي هنا وزي ما اتفقنا يا اما هتشيلوا التو سايدز بتوع الجروف كده، يا اما ان انت لما تيجي تعمله تعمل الخط ده وباك بتاع الكارفر تشيل الاوتلاين بتاعه كده. انا خلصت التوث بتاعتي، يبقى انا هفنش في اتجاه واحد في الروت، بالذات في الروت الايبكس ظبطوها، وبعدين السيرفايكال لاين زي ما احنا متعودين هنعمله نفنشه بالعرض. بعد ما تخلص خالص اخر حاجه هتعملها انك هتشيل التبس الشارب قوي دي اللي انت محافظ عليها من اول عشان خاطر التوث بتاعتنا ما تبقاش شارب. يبقى دي الفنش توث بتاعتنا ليبيال اسبكت ريدج وتو شالو ديبريشنز وكونفكستي وديستالي كيرفد ايبكس الديستال اوتلاين كونكافيتي بتاعت الروت وديبريشن اللينجوال اسبكت بالكي سنجلم اوكيباينج سيرفايكال ثيرد تو تريانجلر تو مارجنال ريدجز ولينجوال ريدج وفي عندي تو تريانجلر فوساي ديستال كونكافيتي بتاعه الروت والايه والديبريشن بتاعنا اللي على الروت، وتبقى دي الفينشد توث بتاعتنا.